هايل، مادام ابتدت بضحك يبقى هتنتهي بنجاح. شوف يا دكتور يحيى، انا عارف انك جاي عشان تقنعني اتعالج نفسيا وعشان تنفذ كلام مراتي. مراتك؟ وعارف كمان انها بتراقبنا دلوقتي، مستنية تعرف منك نتيجة القعدة دي. نتيجة ايه يا باشا؟ سعادتك انا. شوف يا دكتور، الكلام ده ما يزعلش، شيء طبيعي جدا ان مراتي تقلق عليا تطلب منك تساعدني عشان تخرجني من الحالة اللي انا فيها بعد حادثة العربية اللي حصلت ودخولي في الغيبوبة، وبرضه طبيعي انك تستجيب بحكم الصداقة والود اللي بينا. طبيعي كمان اني ما ازعلش منكم انتوا الاثنين، بدليل ان انا اللي طلبت منك انك تيجي بالسورية. طب حضرتك جبتني ليه؟ مدام حضرتك استنتجت ان في اتفاق بينه وبين المدام ومتأكد منه كمان. عشان حاجتين، اولا عشان اقول لك اني شفتك يا احد. يعني ايه شفتني؟ مش انت بالتحديد، انا شفت الصفقة اللي تمت بينا من 13 سنة، 500,000 جنيه، تمن شهادة طبية موثقة بخلل عقلي واكتئاب هستيري، اسم تغريد طاهر ابو النجا. ايه لازمته الكلام ده دلوقتي يا دكتور؟ ايه لازمته؟ ما طبيعي يوم زفت زي ده محدش هينساه. اقعد يا دكتور، اقعد. ما تنساش ان سرايا شايفاك دلوقتي. ما مش طبيعي يا دكتور تفتكر اللي حصل في اليوم ده؟ انا ما قلتش افتكرت اللي حصل وجايبك عشان اعايرك بيه، انا قلت شفته يا دكتور. يعني ايه شفته؟ في الكابوس يا يحيى، وبنفس الطريقه اللي شفت بيها ايد الست هي بتتمد لي وتنقذني من الموت لما كنت في الغيبوبة، بنفس الطريقة. أحلام عادية جدا، وطبيعي إن أحلامنا تعكس حاجات حقيقية حصلت لنا في الحياة، واللي حصل لحضرتك ما يفرقش عن أي حلم. والحلم برضه هيوريني دموعك يا دكتور. دموعي؟ ما هي دي أول حاجة أنا جايبك عشانها. أنا شفتك في بيتك يا يحيى وأنت بتبكي، بتبكي بالدموع، دموع الندم. شفتك كنت راكع لربنا سبحانه وتعالى، وانت اصلا ما بتصليش، طلبت منه يسامحك ودعيت عليا بالمرض والجنون عشان ورطتك في جريمه زي دي. مستحيل مستحيل. شفت يعني حصل؟ حصل ازاي؟ هو ده اللي مجنني، شفت حاجات كتير، حاجات كتير مجسده قدامي رغم ان ما عصرتهاش في الواقع. حاجات زي ايه مثلا؟ زي نفسي يا دكتور، انا شفت نفسي بجد، نفسي اللي عمري ما شفتها. شفت الوش التاني لكل جريمه عملتها في حياتي، واللي جريمتك دي اهيف واحده فيهم.